من هذه البركة يحصلون على المياه، هي غير صالحة للاستخدام لكنهم يشربونها. أما الطعام فتلك مأساة أخرى، فقد يقضي هؤلاء أياما دونه، ومع هذا يصارعون للبقاء على قيد الحياة. يحدث كل هذا في المخيمات الواقعة في مديرية أحور شرق محافظة أبين. يسكن في هذا المكان الصحراوي البعيد عن مناطق التجمعات السكنية نحو 120 أسرة، ونظراً لبعد المكان فقد حرموا وأطفالهم من الحصول على الخدمات الضرورية والتعليم. أغلب النازحين في المديرية من محافظات صنعاء والحديدة وتعز، وأيضا وضحايا الأحداث اللي هم من منطقة الشيخ سالم أو بعض مناطق شبوه. يعانون النازحين كثير من الهموم، أهمها اللي هي المياه الغير صالحة للشرب، أيضا انتشار الأمراض، نتيجة لأنهم يعيشوا في مناطق تبعد يعني عدة كيلومترات عن التجمعات السكنية للمدينة. غير بعيد يعيش نازحون في مخيم الوادي بمنطقة الكود غرب مدينة زنجبار. كانوا يقيمون داخل مبنى حكومي ما يقرب من عامين، لكن السلطات المحلية وجهت بإخراجهم منه، ولم يجدوا إلا هذا المكان الذي كان مكبا للنفايات لنصب مخيماتهم فيه، وهو ما جعله عرضة للعديد من الأمراض، إضافة لنقص حاد في الاحتياجات الأساسية وتردي الحالة المعيشية. ولا أنا حتى حاجت الله، السوق كنا قريبين على السوق، كنا نندي كل حاجة، دحين نخوال حتى القرط ما الملح ما معانا، لا معانا حتى مرت الله، أيوة لا رجال يشتغلوا ولا نسوان يشتغلوا ولا حاجة سنجلسة. تتشابه الظروف ومعها المعاناة بالرغم من اختلاف الأماكن، فيما ترتفع الأصوات لطلب المساعدة التي لا تجد إلا التجاهل، لتبقى معاناة هؤلاء مهملة وبعيدة عن إيجاد الحلول المطلوبة لانتشالهم من حياتهم الصعبة.